ما تبقاش تجيبني من اوضتي تاني مره قبل ما تجيب الممثلين كلها، بتجيبني انا اول واحده ليه واقعد استنيهم؟ ماما انتصار تلف بقى هديه. انت عرفت ازاي انا دايما موجوده؟ استنى مش عارفه اركز. ما كناش من جيتو. فلوسي فلوسي وفلوسك فلوسنا. يلا يا ماما اتاخري على المسرح. بس انا ادالي فلوس. لا ليه؟ انا سالوني مامتك اسمها ايه قلت منال. الحاجه الصغيره دي ممكن تقلب خناقه عندنا في البيت عادي. تشاتشا. شايستا انتصار it's not complicated. هاي شايستا. هاي انتصار. هلو. منورين. it's not complicated. بنور. في البرنامج بتاعنا بنشوف العلاقات بين اي اتنين complicated ولا لا. اول فقرة هي فقرة ميموريز. مبدئيا كده العلاقة بينكم توصفوها ازاي؟ complicated ولا لا؟ ام وبنتها. اما انا عارف ان انت ام وبنتها. العلاقة بينكم ايه؟ سهلة ولا متعقدة؟ بسيطة؟ فيها نكش؟ فيها هزار؟ توصفيها ازاي؟ لا لا كل اللي انت قلته ده في علاقتنا. حقيقي؟ كتيل. النكش بدأ من امتى كده؟ من بعد بدأت تكبر شوية بقى. يعني طول ما هي كده يعني في نكش عادي وفي حاضر، بعدين بدأ بقى يبقى في لأ، يعني بدأ يبقى في لأ وآه اللي هو رأي تاني، بدأ يبقى في نكش بقى بيني وبينها. طيب مبدئيا كده عايز أعرف اختيارك لاسم شهستة جه منين؟ أول ما اتولدت فأنا كنت عامل مسرحية قبلها يعني مع أخت شويكة ممثلة وهي اسمها شهستة. هما أساسا جدتهم تركية فهم شايستا توب سقال، شويكار توب سقال، وهم بقى متربين تركي واكل تركي ومطبخ تركي وهم امارات كده وحلوين شبه الاتراك بيض كده. فهي كانت مهندسة الديكور ومصممة الديكور والملابس، فطول الوقت اللي كنت احبها قوي كانت هادية وامورة وبيضة وحلوة كده، يعني احلى من شويكار في جمالها. يعني شفت احنا معجبين بالشويكار قد ايه؟ شايستا احلى كمان. خلاص بقى خلاص المسرحية وفات زمن وحملت بقى وراح المستشفى ولد بقى وكده، فبابا كان عايز يسميها رقية وخلاص ولدتها والصبح ورايح مكتب الصحة عشان يسجلها، فقال لي اروح اسجلها واسميها رقية. انا عارفه ان هو عايز يسميها كده، فقلت له ممكن تسميها شهيستا. ليه ما اعرفش، قلت كده ليه ما اعرفش. شهيستا من شويه ما قالت كده هتسميكي رقية وشك قلب. طب انت عاجبك رقية اكتر ولا شهيستا؟ لا شهيستا طبعا، انا بحب شهيستا. اسمك لدي ان انا كنت بفكر اسمي بنتي شهيستا بس حسيت ان الموضوع يبقى زياده بقى يعني كتير شويه. عارفه معنى الاسم ولا مش يعني؟ بالتركي معناه الزهره البيضاء. أيوة. والفارسي معناه جميله الجمال. ايه فكلت الحالتين زي القمر والله. اوكي دلعت البيت قول لها ايه؟ تشاتشا. ايه مش عاجبك كده؟ انا بكره الاسم ده كره ايديا. ان انا الناس لما حتى في ناس بتسالني اللي هو مامتك بتدلعك ايه، انا بخترع اي اسم تاني غير الاسم اللي لسه قايله. خلاص انا هنشر. لا ما خلصت 12. طب ماله مش بتحبيه ليه؟ هي اصلا مش بتقول تشاشا، بتقول شاشا. هي بتنادي كده او اخويا. لا بلاش اقول اخويا عشان ما اتضايقش. في حلقته هو بقى. طب في اي علاقه بين اي اتنين في نسبه دلع حلوه كده، تبقى هدايا بكلمه حلوه بحضن جميل، الدلع ما بينكم بقى ازاي؟ انا بحب احضنها وابصها كتير. مفيش فلوس؟ لا هي بتديني فلوس. اكيد. بس انا ادالي فلوس. لا ليه؟ هي بتديكي فلوس ده؟ هي بتديني انا فلوس. هي بتدلعني بالفلوس الصراحه والهدايا، بتحب تجيب هدايا. بس انا في اللبس بقى ما بحبش هدايا الصراحه، بحس ان هي ذوقها مش قد كده. انا معلش انا أصلاً. هي مش هدايا بصراحه، هو انا بكسيها يعني. بس وانا بقى بكسيها بقى باجي اعمل لها ان دي هديه يا العيال. انا شفتي البيجامه الحلوه اللي جبتها هديه. هي مش هديه وانا بجيب لها بيجامه شتوي. انت مش بيعجبك ستايل انصار في اللبس ليكي؟ بيبقى معرفش تقريبا مش تفهم اليومين دول بنلبس ازاي. حتى مثلا يعني من كام يوم كنت لابسه الباجي بانز دول، قعدت تقولي مش لسه ما تبطلي تلبسي مثلا انت قاعده تلبسيه لنا ده ومهرر على الارض وقاعده تكحتيه في كل حته. لو انت مش فاهمه، مش فاهمه الحته فين، مش فاهمه حلاوته فين. وانت بتستقبلي الكلام ده عادي ولا بتقولي لا البسي اللي انا اخترته لك؟ لا 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 عادي. هي المهم تلبس هدوم اللي هي جبتها. نخلص بقى وتروح الدرس ولا تروح المدرسه، نخلص بقى بس ايام بنقضيها يعني. والله بتضايق قوي لما اقول لها لا على لبس، بس في نفس الوقت انا مش هلبسه فهيترمي في الدولاب. طب نرجع شويه لورا، وانت صغيره كنت بتروحي الانتصار كواليس مسرحيه فوز بديع. انت اللي طلبتي منها ولا؟ صور كتير مع بعض في التصوير. هي اللي طلبت منك ولا انت اللي قلت لها تعالي معايا المسرح؟ لا انا طبعا. هي اساسا عايزه اقول لك ان هي بتبقى لابسه وجاهزه ومحضره هدوم التحيه في كيس. كانت بدات كنت بتروح المسرح، المخرج قال لها ممكن تقفي مع المجاميع تعملي عدد، حضرت اسدال عشان تبان في الحاره، ففي اسدال كده بالطرحه بتاعته حضرته حطوه في كيس ولابسه كده وجاهزه قبل ميعاد المسرح بساعتين. أيوه. انا ببقى رايح شويه قبل المسرح كده. فهي وقفت يلا يا ماما اتاخري على المسرح. اقول لها انت كل يوم بتيجي تقولي ايوه، المخرج قال لي تعالي وقفي مع المجاميع. شايفه انك ممكن تبقي ممثله زي انتصار كده زي ماما يعني؟ ان شاء الله يعني يكون احسن يعني. كم حد قابلك قبل كده وقال لك مش انت بنت انتصار؟ لا كتير، بالذات الفتره اللي فاتت عشان احنا بقينا نطلع مع بعض اكتر بكتير عن قبل كده يعني. في حد معاملته ليكي اتغيرت بعد ما عرف ان مامتك مشهوره؟ انا بكره الحوار ده جدا، انا بكره الحوار ده جدا. وهي برضو بتقفشه في الناس اسرع مني، بس هو الصفه دي في الناس بكرهها جدا.
بتتصرفي ازاي؟ والله انا بسيبهم يلعبوا الدور اللي هم عايزين يلعبوه بس ما بقرهمش، يا اما ببعدهم عني يا اما بحاول ان هم ما يقربوش مني. صح، انت موافقه على الكلام ده؟ هي ما بتحبش حد يعملها ان هي بنت انتصار. الناس تعرفها هي فتقعد تقول لي ما تقوليش ان انت مامتي. انا سؤالي مامتك اسمها ايه؟ قلت منال. طب ليه قلت منال؟ عشان محدش يعرف ان انا مامتي انتصار ممثله فيعاملني معامله مختلفه، انا عايزاهم يعاملوني شخصي. اقول لها يا ستي اعتبريني وسطتك يا ستي، قولي لهم عادي مامتي انتصار عادي. طب بمناسبه الخناقات، انتوا ليه ما بتتخانقوا وبتلفوا حوالين بعض ورا الصف؟ انت عرفت ازاي؟ عرفنا بقى الريسيرش بتاعنا الجامد. لا انت عرفت ازاي دي معلومه؟ على ليه بتجروا؟ طب ايه اشمعنى السفره؟ تبقى عايزه تضربك تجيبك من شعرك؟ لا والله ما اعرفش، هنجري اكيد بتجري خايفه تضربك. طب عايز اجيبك. بتبقى بعديها بتقلب ضحك. ادي بقى ماما بتضحك بقى، فاول انا بجري وراها مش هي بتجري ورايا. بس ده بيحصل يعني كل فين وفين يعني. طب بالامانه كده كم مره جابتك من شعرك؟ هي هتقول هي مره، هي كانت مره حصلت مره تاني مرتين. كنا بنعمل راجل وست ستات، فكانت منى عرفه قد كده وشايسه كانت قد كده يعني، ما كانت تيجي تزورنا حتى ليها صور معايا في راجل وست ستات لما كانت بتيجي تزورنا كانت هي قد كده وممدوح قد كده ومنى قد كده. فمنى بقى كانت ايه بقى يعني عندها احساس ان هي طفله بتمثل، فعندها احساس ان هي بقى ايه بدات تبقى نجمه يعني. فكان لما يجيبوها في التصوير المكان الموقع التصوير يعني، فتلاقي مثلا ايه باقي الممثلين لسه ما جوش. مره ايه انا داخله ورا منى لقيتها بتقول للمساعد ما تبقاش تجيبني من اوضتي تاني مره قبل ما تجيب الممثلين كلها، بتجيبني انا اول واحده ليه واقعد استنيهم؟ فهي ماشيه وانا داخله، فهي ماشيه بقى عامله نفسها القلب مش شايفه، وهي بتاع مش باينه من الارض كده ماشيه، وهي بقى كان شعرها طويل اللهم بارك يعني كده، شعرها طويل كده قوي اطول منها يعني. فلقيت نفسها وهي ماشيه قمت انا لفه، قمت ماسكه الضفيره بتاعتها ولفها حوالين ايديا كده، قمت ماسكه بقى الضفيره من فوق بقى من هنا شديها كده. اي ما اتعدلت لي جدا، قلت لها انت قلت ايه من شويه للمساعد؟ قالت لي انا ما قلتش حاجه، انا قلت ما جبتي، قلت لها جيبك الاول وتقعدي تستني الممثلين عادي، دول اكبر منك، انت في امله انك بتمثلي معاهم ما بدل ما تقعدي تتعلمي منهم. اترزي على الكنبه هنا. قلت لها هتعيطي هعلقك في السقف، ما اسمعش صوتك واياك حد يخش تشتكي له اياك. فقعدت فايه برده دخلوا ممثلين كل ما حد يقعد جنبها تقول يا ما تقلقش انا ضربت بيه ما تقعدش تديك مش عارف. طيب البالرينا شاهستا قولي لي واخده منك ايه؟ صفات يعني، واخده منك ايه صفات؟ من بره ولا شخصيه؟ لا هي شخصيتها هي واخده منها ايه؟ والله هي عندها اراده وعزيمه اقوى مني بكتير يعني، زيك بس نضرب في اتنين اكتر كمان يعني، عندها عزيمه ما شاء الله عليها يعني، وهمه في همه شخصيتها يعني اكتر مني. همه يعني اللي هو نشاط توصلي للهدف بمنتهى اللي هو مفيش حاجه تعطلنا يعني، مش لك كتير، وفي همه كده ونشاط اكتر مني بكتير، وده لاحظته فيها وهي صغيره، لان ما حدش هيتحمل رياضه زي الجمباز ورياضه زي الباليه صعبين، فتتحمل مشقتهم وهي صغيره تلعب الاثنين مع بعض وتمرين وترجع تنام وتصحى تروح المدرسه وبتعمل ده وهي مش متضايقه. طب انت دايما تقولي لها ان الحرمان عندي او العقاب هو الحرمان من شيء بتحبيه. انت بتقولي لها كده، حرمتك من ايه بتحبيه عشان حاجه عملتيها؟ بس لو حرمتها من حاجه ما بتحبهاش مش هتبقى فارقه معايا. حاجه يكون بتحبها. انا قلت على الموضوع بكده، كنت هي عايزه ناخد كورس فرنش، انا مش عايزه اخده، انا مش حاساه لي لازمه، مش حاساه يفيدني في دراستي، حتى بطلت اخد فرنش انا. فهي كانت مصره ان انا اخد فرنش في فتره ثانويه عامه بتاعتي وانا مش مقتنعه خالص بقى، كنت عايزه اعمل عيد ميلادي ساعتها، فقالت لي لو ما رحتيش كورس فرنش ما فيش عيد ميلاد. طيب انصار قولي لي اكتر نقطه خلاف بتبقى ما بينكم في البيت، على طول بتتخانقوا على حاجه معينه؟ هو الاكل، بس اللي هو الاكل ما تاكليش سكر ما تاكليش عارف ايه، كلي حاجات سلطات وكده حاجات خضراء، عشان هي بتلعب رياضه بتلعب جمباز كل يوم ويومين اجازه بس، فلازم طول الوقت تاكل حاجات خضراء عشان ما يجيلهاش انيميا وكده، فطول الوقت نوعيه الاكل عليها مشكله. شاهي عايزك تقولي لانتصار ارجوك يا ماما بطلي ده بيضايقني. بطلي يا ماما تقفلي على كل حاجه وبالذات الخروجات، سيبيني اخرج براحتي عشان انا بعيش حياتي الطفوليه المراهقيه بس كده. وسيبيني اللي عايز اغيب من التمرين اغيبه يا جماعه، انا نياتي مش كبيره خالص. اقعد في ده بتاع ماشي. شفت بتقول ايه؟ بس خلاص يلا. قالت ايه؟ قالت في ظهرك والله. طيب ما هو طبيعي خايف عليك. انا عامله كده في ظهرك دي ممكن الحاجه الصغيره دي ممكن تقلب خناقه عندنا في البيت عادي. لو انا مش عايزه افرد ظهر، لا افردي ظهرك عشان ظهرك ما يقول. لا بس انا مش عايزه افرد ظهر، فانا بعند وهي بتحاول تنصحني، بس انا ممكن اكون بعند احيانا الصراحه يعني. انت قولها ارجوكي يا شاهستا بطلي ده. انا اقول لها من غير ارجوكي على فكره، من غير ارجوكي هتبطلي يعني هتبطلي. انا عايزه بس كم المذاكره يزيد اكتر، عدد ساعات المذاكره، لازم نهتم بالكتاب اكتر، نهتم بالفتره اللي احنا فيها دي فتره اسمها الدراسه. هتذاكر كويس، تدرس كويس، هتطلع ترتاح في الحياه العمليه كويس لانك ذاكرت كويس. هتقلب الورق ده على فكره متكلف، في ناس مؤلفاه وناس طبعاه وناس دفعه ثمنه عشان تجيبه لك، ما هتقلب الورق كده ما تبصش في الكلام المهم ده، هتطلع الايام هتعلمه لك. قولي لها بقى بحبك يا ماما عشان. بحبك يا ماما عشان انت سندي ولما بحتاجك في اي حاجه بتكوني موجوده. يا روحي يا روحي.
انتصار انا دايما موجوده. قولي لها بقى انا بحبك عشان غير ان هي بنتك طبعا. انا بحبك عشان انت بنوته جميله، بنوته اموره، شطيعه، لا قولي حاجه تاسفه، عارفه مصلحتك. شكرا. عشان انت مبدعه، عندك كده صفات ابداعيه، تعرفي ترسمي، تعرفي تركبي حاجات كده، فبحس انك انت كده عندك شخصيه خلاقه، فده بيعجبني فيك قوي. الحلويه دي سقفوا شايفه ابداعيه. وفي حاجه فيها بتعجبني قوي ان هي لسه محتفظه بطفولتها. ما هي لسه طفله. اه بحس ان هي طول الوقت فيها جواها دايما طفله صغننه بريئه جميله كده. قاعده اقول لها امتى تتقرشاني بقى عشان الدنيا صعبه قوي. طيب دلوقتي هنخش على فقره الشريط او بول. الفقره دي هنوجه شويه مواقف وعايزين نعرف راي كل حد فيكم ونشوف هنشتري راي مين. اول حاجه معانا الاخ او الاخت يتدخلوا عادي في لبس بعض، في اختيار لبس بعض، والاخت تقول للاخ لا ما ينفعش تلبس ده، وهو كمان يقول لها اه عادي بالنسبه لكم ده؟ ايه السهوله دي؟ ده انا فكرت هيبقى في خناقات. لا خالص. يعني ايش انت موافقه على كده؟ طبعا. مين هيخاف على منظرك وشكلك وحلاوتك وانت خارج بره غير اللي معاك في البيت؟ يعني انت عادي يا شاهي افوكي يقول لك انت لابسه ده ليه؟ تقول له قشطه عادي توافقي. اه انا موافقه بس احيانا طبعا بتضايق بس بفهم نظريته يعني. طيب تاني حاجه معانا الام تبقى قريبه من بنتها وصاحبتها بس بليمت ما تاخدش عليها. اه طبعا. يعني انا ضد ان ساعات كده تلاقي واحده تقول لمامتها انت يا حبيبتي بقول لك او تزعق لها، بس انا ضد الكلام دوت. لا ما ينفعش. وان تنادي الام باسمها اللي هو تعالي يا منى روحي يا منى روحي يا منى. مش ده قرب؟ بيبقى قرب. هو في اجمل من لقب الام كلمه ماما دي؟ ده في ناس محرومه كلمة ماما، نفسها حد يقول لها يا ماما. يعني كلمة ماما دي كلمة كبيرة وعزيزة، ربنا يصبر اللي محروم منها. يعني لو جت شايفني كده انتصار عادي كده؟ لا انا احيانا بقول لها انتصار لما بتسمعنيش، يعني مثلا اقول لها ماما 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 انتصار تلف بقى، او اصحيها من النوم ماما ماما ما بتسمعش انتصار بتقوم. من حق الام تبقى عارفة باسورد الموبايل بتاع بنتها. لا هو انا مش مهتمه بصراحه عشان تعرفي اسرار. بس هي اللي عايزه تشوف تليفون في اي وقت اهلا يعني. وسهلا يعني بس ما بحبش مش بحب ليه اعرف اسرارها؟ ما لو عايزه حاجه تسالها وهي تقول. اوكي فانت عادي ما تبقى عامله باسورد الموبايل عادي؟ ايه المشكله لما عاوز حاجه اعرفها هسالها تجاوب؟ وبعدين راحت فين عين المراقبه؟ في ميكروسكوب في مرة مش محتاجه الباسورد بتاع الموبايل. البنت هي المسؤوله عن نظره المجتمع ليها، سواء بقى انت كويسه او وحشه، هي المسؤوله اولا واخيرا. اه طبعا. انا مش فاهمه السؤال اصلا. يعني انت كبنت مسؤوله الناس تبص لك وحش او حلو؟ البنت كويسه من أيوة تصرفاتك يعني. ايوه طبعا كويسه. مسؤوله عن تصرفاتك قدام الناس. ايوه انتوا الاثنين متفقين. اه ليه انا جايز حد يبص لك عايز اي حاجه مش عاجبك؟ اصل في ناس ممكن يبصوا لك لمجرد ان هم شكلك مش عاجبهم خلاص البنت وحشه. لا دي حاجه ترجع لهم بقى، يبقى ما فهموش يعني. دي حاجه ده عيب فيهم هم، لكن من تصرفاتي هم يعني المفروض انا اخلي بالي منهم عشان دي سمعتي ونظريتي قدام الناس. طب انصار ايه الحاجات اللي البنات بتعملها فالناس تقول لا دي بنتي مش كويسه؟ تقول البنات ما تعملوهاش ايه؟ البنت بتتكلم تقول ناوي ناوي كده يعني من البيت رقيقه يعني. قال كده البيت يعني حاجه تافهه قوي وغلسه قوي. وعلى فكره طلع كل الصبيان ما بتحبش الحاجات دي يعني. كذا مره اسال الصبيان مثلا لو عاجبك الطريقه بتتكلم بيها البنت، يقول لي لا لا دي بنت دمها تقيل قوي وعامله فيها رقاق وهي يعني بيض مسلوق. عادي ان البنت تتجوز من غير فرح، تكتب الكتاب تروح بيت جوزها وخلاص. شايفين ده ايه؟ اه بس انا يعني في بس انا كده كده عم فرح يعني ان شاء الله واعزمكم. انت شايفه انه عادي البنت ممكن تتجوز من غير فرح؟ هو ساعات بيبقى ضغط للنفقات وباتفاق بينها وبينه، يعني هم عايزين يعملوا قاعده في البيت كده على الضيق، يعني خطوبه في البيت، بعد كده لما يجي الفرح بتلبس وكده وتتصور ومش عارفه ايه، من غير بقى قاعه والترابيزه والفرد ب 300 جنيه والتورته ب 30000 جنيه وبنود كده بتترسلك، بتلاقي نفسك دخلت عديت ال 100000 وانت مش فاهم، 200000 وانت مش فاهم. طب كل ده على ساعتين؟ وهيطلعوا بعد كده يلمونا وعواجيز الفرح بقى تقول لك ما كناش من جاتو، التورته كانت ده مسكره زياده، الرقاصه كانت ما رقصتش يعني ساعه الا ربع على بعضها، ايه ده ما جابوش مطرب وما جاش حكيم وما جابوش حد. انا على فكره ما كنتش بحب اسال صغير، جابوا اسال صغير بعد ما شاهي ناويه تعمل فرح كبير خلي بالك. ماشي يا بقى فعكس اللي انت بتقوليه، هي بتحب كده. ممكن ما تعمليش فرح فعلا عشان ماما ما تزعلش؟ لا مش الدرجه دي يعني. لا مش الدرجه دي يعني مش هتجاملني في حاجه زي دي. بيتقال دايما الولد زي البنت في كل حاجه، شايفين ده صح ولا غلط؟ لا والولد مش زي البنت في كل حاجه. اه دي حقيقة. يعني ممكن ممدوح ياخد امتيازات غيرك وتوافقي عشان الولد مش زي البنت؟ في ليميت. انتي بتقولي وترجعي في كلامك. لا 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 والله لا هو فعلا في ليميت. في ليميت للموضوع. مثلا الولد يخرج براحته وانتي لا. ولا في الحب هما اتنين زي بعض، اللي ياخد ولادك، لكن الولد مش زي البنت لا. ودي برضو من الحاجات اللي بتتصدر في المجتمع، ما اعرفش ايه الهدف منها، برضو عايزين يفسدوا الافكار ان الولد زي البنت، انتوا زي بعض. لا انتوا مش زي بعض.
الواد مش زي البنت. اخر حاجه معانا مصاريف البيت النص بالنص. هو لو هي بتشتغل هو طبعا هي ليها ذمه ماليه لوحدها، الست طول عمرها لازم محدش ياخد منها حاجتها يعني، لو ورثها ولا قبضها ولا مرتبها، تحط فلوس في البيت بمزاجها بس. انا متفقه معاها في اي حاجه بس كلامي حلو يعني. ايوه ما انا متفقه معاكي يعني، مش بلاش تلعب بالذمه الماليه بتاعتها يعني، ما تروحش تغرف من جيبها وتاخد، مش من حقك. حتى النص بالنص بقى، المصاريف تبقى النص بالنص. لا فلوسي فلوسي لا. وفلوسك فلوسنا. لا. طب واضح ان انتوا الاثنين اختلفتوا في حاجات بسيطه جدا، فاحنا اشترينا منكم انتوا الاثنين ارائكم وهنسقف لكم سقفه كبيره. اخر فقره معانا النهارده هي لعبه سامعني لا مش شايفك. في الفقره دي حد فيكم هيغمى عينيه وحد هيقفل بقه وتعملوا الساندوتش اللي قدامكم، وده ليه بنعمله؟ عشان نعرف انتوا بتعرفوا تفهموا بعض من اقل حاجه ولا لا. فده اختبار عملي من الاخر. جاهزين؟ جاهزين. اوكي يلا. دلوقتي انتصار مش شايفاني، مش شايفه حاجه خالص بالامانه. طبعا احنا شايفينك، مش شايفين بقك ولا بتتكلم زي ولا تطلعي صوت. قدامكم ساندوتش، اتفضلوا اعملوه. اوكي يلا بينا. طب انت ممكن تدوقي الحاجات عشان تعرفي ليه بتحطيه، بس عشان ما يطلعش جبنه. دي كريمه مثلا ممكن. ممكن تدوقي جبنه. خلاص كده الساندوتش تمام اهو. نحشي بقى. ثانية واحدة قبل ما نكمل الساندوتش، دلوقتي بدلنا الأدوار عشان نشوف مين فيكم اللي هيظبط بقى الساندوتش. اتفضلوا اعملوا بقى الساندوتش. انت بتتكلمي على فكرة يا شاهي عادي جدا. اه فين بقى؟ ايه تاني خطوة؟ شاهي آخر مرة دخلتي المطبخ امتى؟ النهاردة الصبح عملت كورن فليكس. كورن فليكس؟ ياه ده طبخة جامدة جدا. طب ممكن تقول لنا طريقة عمل الكورن فليكس في ثانيتين؟ بتجيب الكورن فليكس وتحطوه في طبق، بس اشطفوه عشان ما تعرفوش احط ده. اطبقه كده بعد ما اجيب الكورن فليكس. ايوه تشطفوا الطبق، تروحوا جايبين. هو ايه ده؟ ده كورن فليكس. طب خلاص، طب ما خليني اخدها. تفضلي تحطي الغساله الاوتوماتيك بتاعتك في المطبخ ولا في الحمام؟ ولا ليه بقى مين بكل جسمي؟ انا مش فاهم. طب ردي على الاسئله وانت بتعملي. استنى مش عارفه اركز. لا ركزي معايا، قولي لي اسم شيفين مشهورين. كل ده لانشون. هو السندوتش ما خلصش. شاهي. ايوه اسم شيفين مشهورين. اسم شيفين؟ اه الشيف شربيني والشيف ابو المجد بتاع مطعم الحبايب. ماشي اه طبعا. الخصايه فيها كام ورقه؟ لا ايه السؤال ده؟ ما اعرفش. 30. 30؟ ده تبقى خصايه دعدع خالص كده، ما جاتش خالص. طب ها ده اوله؟ الطماطم فاكهه ولا خضار؟ اختاري. استنى انا عارفه هما بيقولوا عليها فاكهه صح؟ تعرفي ليه السبب؟ انا عارفه ان هي خضار بس انا سمعت ليه مش عارفه. انتصار الفاكهه ولا من غير ما تردي؟ هتردي على بالعينين بقى. قولي لي الطماطم فاكهه ولا خضار وليه؟ السبب ليه؟ قولي لي فاكهه في اسمها مفيش اي نقط بناكلها في الصيف. عارفه انتصار؟ عارفه يا ماما؟ هي عارفه اقوله اه ولا لا؟ طب قولي يلا فاكهه من غير نقط ارزعي. مش عارفه لا قولي. استنى كنت اقول فراوله، وفراوله فيها فيه يعني. ايوه شفتي بقى. استنى هقول لك جوافه. لا مانجا. لونها احمر. لونها احمر؟ ايوه. هو اصلا اكيد لا مفيش. لا في. خلاص واولها زي اخرها. خوخ. اه فهمت. ده ايه؟ ايه ده؟ طيب يا ترى مش بتاع الكسكس؟ الخسخسخس. ايوه هو. ايه بقى اللي جوه؟ عارفه مايونيز ولا كاتشب؟ برافو يا ماما قوي. مما يتكون المايونيز يا انتصار؟ انا ما دوستش. دوست؟ بتحبي الاكل سبايسي ولا العادي؟ لا ما بحبش سبايسي الصراحه. يبقى هتاكلي سندوتش كله. تعالى اتفرج. اتفضلوا. الله شايفه جدا. ايوه كله دلوقتي الله. عندكم اي سؤال في المطبخ نجاوبكم احنا عليه؟ هم بقى يبداوا يسالوا. انا اسالكم. اتفضلي اسالينا وكلنا هنجاوب. سؤال في المطبخ. فكوا اي حاجه. اسالكم ازاي كيف عمليه اكل معين؟ قولي قولي انت عايزه. ماشي قولي ازاي بعمل محشي. بس انا بحس المحشي سهل والله. طب خلاص اختاري حاجه صعبه انا هقول لك يعني جاوب كلنا عندنا الاجابه. تطبخ؟ اه بعرف. لو عايزه اقول لك على المحشي اقول لك. خضره المحشي سباكه طماطمايه تحطي الخضره على التسبيكه، تحطي الرز كويس بعد ما تغسليه وتعصجيه شويه كده مع بعض لحد ما ياخد لون. صح. تجيبي بقى الكرنب لو هتخروعي الكرنبه من فوق وتورقيها. ده بالنسبه للكرنب. البتنجان هتقوريه، كوسه هتقوريها، البطاطس هتقوريها، وتحشي الورق العنب هتفرديه وتحشيه وتلفيه وتحطيه. هو السر في الرز والخلطة. وتحطي الحله وبعد كده تجيبي الشوربه تحطيها عليه لحد ما يغلي ويستوي وبالهنا والشفا. لا يا جماعه احنا معانا جهبذ. بنشكركم جدا، وفعلا علاقه بينكم كانت مش كومبليكيتد خالص. بنتمنى دايما تبقى العلاقه دي على طول. باي باي.